أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا يقول هذا السائل: الشيخ، ما المقصود في الحب في الله والبغض في الله، وكيف يكون ذلك مأجورين؟ المقصود أنه يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما يحبه لأجل طمع دنيا، أو يحبه لأنه من جماعته فقط، أو لأنه قريبه فقط، وإنما يحبه في الله عز وجل تقربا إلى الله وحبا في أخيه المؤمن، هذا هو الحب في الله. والبغض كذلك، لا يبغض على حسب هوى نفسه، وإنما يبغض من يبغضه الله، والله يبغض الكفار والمنافقين والفاسقين، فهو يبغض من يبغضهم الله عز وجل. إلا أن المؤمن العاصي يجتمع فيه محبة ويجتمع فيه بغضة، فيحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. أما المنافق والكافر فإنهما يبغضان بغضا خالصا ليس معه حب. نعم.